بين خيبة أمل ممن ترقبوا هزيمة رجب أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات التركية وحالة عدم اليقين من نتائج الجولة الثانية نهاية الأسبوع القادم، اختلطت الرؤية على ما يبدو لدى الأوروبيين ككل بدءا من ذروة الهرم السياسي حتى الرأي العام في الشارع. حالة شعور بالخجل على وقع خيبة أمل وصدمة إثر اقتراب أردوغان من إعادة انتخابه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بفارق لا يزيد على 5 نقاط فقط دون حاجز 51% في مواجهة أشد منافسيه كمال كليتشداروغلو، رغم ما يحظى بإعجاب كبير داخل البلاد وخارجه. وهي حالة تكاد أن تشمل مجمل الطبقة السياسية الأوروبية التي راحت إلى أبعد في توصيفها في استخلاص الدروس من الجولة الأولى بأن نظراتهم الغربية الليبرالية لم تسمح لهم برؤية العالم كما هو، وتحديدا رؤية المهرولين خلف أردوغان إلى صناديق الاقتراع بدافع العنصرية والتطرف والنزعة القومية الإسلاموية في خضم معركة انتخابية حامية ومثيرة للشكوك وربما لأسوأ التوقع، ما دفع كل ذلك المفوضية الأوروبية إلى الخروج عن صمتها في محاولة لتهدئة المشهد ريثما يتبين الخيط الأبيض من الأسود في الجولة الثانية. من المهم وكما نأمل بأن تكون جولة الانتخابات القادمة أكثر شفافية وشمولا، ونأمل أيضا بأن تجري وفق المعايير الديمقراطية التي التزمت بها تركيا أيضا مع جميع الأطراف الملتزمة باحترام دور القانون واحترام إرادة الناس في البلاد. Of the people in Turkey. كتل سياسية في البرلمان الأوروبي خلصت في المقابل إلى أنه كيفما كان سير الانتخابات فإن الأغلبية لا تدعم أردوغان ولا حلفائه، وقالت إن هذه الانتخابات تهدف أولا وقبل كل شيء إلى رؤية الديمقراطية في تركيا على وقع انتهاكات وجرائم تتصدر قائمة طويلة، إلا أن التغيير يبدو للبعض بأنه يلوح في الأفق. الجميع يرى ما يعانيه أردوغان من العزلة والتخبط وتراجع مصداقيته، ويريد الكثيرون بأن يرحل في الجولة الثانية ويعول هؤلاء على دور الكرد ومناصريهم وعلى مواقف أوروبية جدية. توصية في هذه الأثناء للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية دعت الاتحاد الأوروبي إلى التزام الصمت خلال المرحلة الانتقالية إلى الجولة الثانية من الانتخابات، والإسراع بالاعتراف بكليتشداروغلو في حال فوزه واستعادة العلاقات المقطوعة مع تركيا بعد أردوغان وحل الخلافات مع واشنطن وما تعلق من بينها بأكراد سوريا. الحكومة التركية التي قد يتم تشكيلها في حال فوز كليتشداروغلو تقول مصادر أوروبية إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تستعد للتخفيف من وطأة تركة تحديات دبلوماسية واقتصادية خطيرة أمامها في حال سقوط أردوغان في الجولة الثانية. من بروكسل كريم باقستاني اليوم.